بدأت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية بحضور شخصيات سياسية ووفود من مختلف أنحاء العالم وحشود غفيرة من أنصار المعارضة الإيرانية. ويستمر المؤتمر 3 أيام ويناقش آفاق التغيير في إيران ويسلط الضوء على ممارسات النظام الإيراني القمعية وانتهاكاته ضد الشعب، كما يناقش التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة وتمويله للجماعات والتنظيمات الإرهابية الموالية له. من جانبها أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن عجلة التغيير في إيران قد بدأت بالتحرك وأن لا شيء يستطيع إيقاف الشعب لنيل حريته. وأضافت رجوي أن الشعب الإيراني عازم على إسقاط النظام الإيراني بكل أجنحته، وطالبت رجوي المجتمع الدولي الاعتراف بنضال الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لوضع حد لديكتاتورية النظام الحاكم، وأشارت إلى أن أخطار برنامج السلاح النووي والصاروخي وإرهاب نظام الولي الفقيه سيزول فقط عبر الإطاحة بهذا النظام وتحقيق الديمقراطية في إيران. اولین چیزی که امسال باید گفت شعله ور شدن قیام خجسته و آزادی بخش در تهران و در سراسر ایران است. دوباره مشهد و شیراز تا قشم و بندرعباس، کرج و کرمانشاه تا شهریار و اسلامشهر و کاشان و عراق تا اصفهان و رام هرمز. بله، خاموشی نمیپذیرد، بی وقت ادامه دارد و دائما گسترش و عمق پیدا میکند.